بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل ومن الله دائما وأبدا طلب التوفيق والسداد والنجاح. إذا ما زلنا متواصلين وإياكم مع انطلاقات هذه الفترة المسائية من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، درة ميادين الخليج، حيث انطلق من قبل لحظات شوطنا الرابع عشر المخصص لسن اللقاية ولفئات الأبكار. المسافة هي 5 كيلومترات الفاصلة عن السيارة النقدية وعن الجوائز القيمة لبقية المراكز الحاضرة. أبدأ بداية إلى من تحتل المركز الأول ليتابع الظبي لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فران. يتابع لنا تحركات الظبي بينما لظى تقتفيها مباشرة على المركز الثاني لهجن أم الزبار جابر بن علي بن نجم المري. يتابع لنا تحركات لظى بينما تابع الحاضرة. هنا اعتراف للشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيق بن سالم بن عبيد الحميري. يتابع لنا انطلاقة اعتراف من تأتي إلى المركز الثالث. نسير وإياكم إلى الحاضرة المتواجدة من تتربع على رابع المراكز لمحة لهجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروش. هذي يقدم لنا هنالك لمحة على المركز الرابع بينما الإطلالة من قبل من وصلت وحضرت وانطلقت بهذه الانطلاقة الرائعة والجميلة تتحرك على المركز الخامس. هنالك المرونة لهجن الشحانية البرنس بن عقيل. يتابع لنا تحركات المرونة على المركز الخامس. هكذا هي خماسية الإذاعة والتحدي، هكذا هي المنافسة. مؤسسات متنوعة حاضرة متواجدة في هذا المهرجان حيث توافدوا العمالقة، حيث توافدوا كبار الملاك في هذا المهرجان من بداية هذا المهرجان بالجوائز المليونية، بالتسعيرات المليونية، وكذلك السيارات النقدية جوائز لا حدود لها في هذا المهرجان، ودعم كبير تحظى به الأصايل في دوحة الخير والعطاء. فمرحبا بالجميع في دوحة الجميع، مرحبا بالعمالقة في ميدان الشحانية. إذن البداية ما زالت المقدمة مع الظبي لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن جابر بن فران. يقدم لنا الظبي بتحركات الشبل بمتابعة الشبل أحد الفطاحلة والعمالقة. يتابع لنا تحركات الظبي المركز الثاني. حضرت هجن هنالك هجن زعبيل ولمحة بينما تابع حضور هجن الشحانية. وصلت مع محبة في هذه الأمسية، تنطلق محبة بهذه الانطلاقة الرائعة. ما شاء الله على هذا الشكل الجميل والتسلل الكبير والملحوظ والرائع من قبل هجن الشحانية والمتابعة من قبل الذهبي هجن زعبيل. الحاضرة مع لمحة بن مروش يتابع لنا تحركات لمحة وهجن أم الزبار الحاضرة مع لظى وجابر بن علي بن نجم. أما المركز الخامس فأتابع الحاضرة، هي هنالك المرونة لهجن الشحانية. جار الله بن عقيل يتابع لنا المرونة هكذا للمرة الثانية. الأسماء المتواجدة في هذه الأجواء القائمة، في هذه الأجواء الرائعة، في هذه الأجواء المحلوة بحضور المؤسسات الكبرى تتواجد في هذا المهرجان. بينما أتابع الحاضرة في هذه الأثناء، ياهو من صراع من أجل السيارة النقدية. بينما أتابع هنالك ما زالت القيادة والريادة مع الظبي لهجن الشحانية. يتابع
يتابعها جابر بن سالم بن فران، بينما محبة 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 من تقتفي الظبي مباشرة، من تصل هنالك لهجن الشحانية والشبر، وهنالك الذهبي يتابعها في عملية التضمير، بينما ضوى لهجن المرقاب أوصلت هنالك ضوى خميس بن سعيد الزرعي يتابع لنا هجن المرقاب وتحرك الضوى هنا في هذه الأثناء، من انطلقت وتسللت واحتلت الصدارة في التسعمية متر الأخيرة الأمتار النهائية الفاصلة عن السيارة النقدية المركز الرابع، هنالك لمحة لهجن زعبيل راشد بن محمد بن مروشد. هكذا هي الرباعية، هكذا هي الأجواء الحماسية، أجواء الكيلومتر الأخير، تحرك الضوى ووصلت هنالك محبة وأتت لمحة الثلاثية الكبيرة، المعركة ما بين الأسماء ما بين المؤسسات المتواجدة، ضوى لهجن المرقاب، لمحة لهجن زعبيل، محبة لهجن الشحانية، ما بين ضوى ما بين لمحة ما بين هجن زعبيل ما بين هجن المرقاب، اللحظات الكبيرة الأمتار النهائية تسللت في هذه الأثناء وسلبت القلوب، وهنالك الأنظار تخطف الأنظار وتحلق في هذه الأمتار، الأمتار الأخيرة هجن زعبيل تحقق هذا الفوز بكل جدارة بكل استحقاق بكل افتخار بكل انتصار بكل عرض لافت للأنظار المتابعة من قبل أحد المضمرين الكبار راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من تابع لمحة لهجن زعبيل وحققت هذا الفوز وهذا الانتصار. المركزي الثاني المركزي الثاني ضوى لهجن المرقاب خميس بن سعيد الزرعي. المركزي الثالث وصلت محبة لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري. المركز الرابع الظبي لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس هنالك لضى لهجن أم الزبار وجابر بن علي النجم. هكذا متابعينا في كل مكان تابعنا وإياكم هذا الشوط، فحضرت لمحة لهجن زعبيل لتكون البطلة والنجمة الرائعة في هذه الأمسية.